شيرين بيوتي تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سر الورع اللي تفاعلت اليوم بمجموعة من الاستوريات على صفحته، وكانت عم تجاوب على أسئلة الجمهور. في حدا علق لسارة إنه آخر بوست إلها على الإنستغرام في تعليقات كتير توقحوا فيها معها، وردت سارة إنه هي ما عندها مشكلة مع التعليقات السلبية، وأضافت سارة إنه الشخص الناجح بيكون عنده أشخاص كتير ما بيحبوه، وإنه هذا دليل على إنه هي ناجحة. نمر إلى شيرين بيوتي اللي تفاعلت اليوم بستوري كشفت من خلاله إنه هي اشترت كتير أغراض من فرنسا، وتوقع محبين شيرين وأسامة إنه شيرين اشترت هدية لأسامة، حيث ظهر اليوم اليوتيوبر أسامة مروة وهو لابس طاقية عليها علم فرنسا. نمر ايضا الى اليوتيوبر اللي اعلنت اعتزالها مؤخرا سكينة، حيث سكينة اليوم تفاعلت بمجموعة من الاستوريات كانت عم تجاوب على اسئلة الجمهور بعد اعلانها عن خطوبتها، وصرحت سكينة انه هي لابسة خاتم خطوبة الماس.